تفضلي يا حبيبتي. ربنا يطمني عليك يا حنفي يا رب. ان شاء الله خير يما. ايديله يا ميش. ربنا يجيب العواقب سليم ان شاء الله. يبقى زي الفل. اختي اهي يما اهي. غالية اهي. كل حاجة خير. غالية طمنيني يا بنتي. ابويا وعدني يا ابويا وعدني. بس يا دنيا بس يا حبيبتي جمادي مار. ايه يا اختي ابويا عامل ايه يا غالية؟ ابوك من ادي اللي هدعيه واسمه الله يحرقهم بجد اللي كانوا السبب. اطمني ان شاء الله بامر الله هيقوم منها ويبقى زي الفل. رب. واللي عمل كده ده ليه رؤى. انا استلطت العيال بتوع المنطقه كلها بيعصوا عشان يعرفوا مين اللي عمل كده. ربنا يقومك بالسلامه يا حنفي انت وعادل يا رب بحق جاه النبي. يا رب يا رب ادعيلهم يا رب. بدعيلهم يا بنتي. دكتور طمني الله يخليك قوي يا وعادل. بالنسبه للاستاذ حنفي احنا طلعنا كل الرصاص بس في رصاصه كانت في صدره سببت له مشكله كبيره في النخاع الشوكي تحديدا. طب وبعدين يا دكتور؟ رحله العلاج هتبقى مكلفه وطويله شويه. يعني العمليه دي تتكلف قد ايه يا دكتور؟ دي ممكن تتكلف من 500 ل 600 الف جنيه. ده غير رحله علاج طبيعي طويله شويه. عادل يا دكتور عادل. لسه شويه. يا رب. لا يكلف الله نفسا الا وسعها حماتي. وبعدين شكل العمليه كده هتوسع مننا ويا صابت يا اتنين عور. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ بدل ما تدعي للمعلم حرف اللي فاتح لك بيتك واكل شارب فيه. في ايه يا حماتي؟ يعني هي كلمتي انا اللي بتقف في الزور يا جماعه؟ مش وقته. ده مش وقته. خلي عندك دم. خدي جوزك واتكلي على الله. حقك عليا انا يا اختي. خدي جوزك. بس يا غالي اتكلي على الله. اهدي. حقك عليا. اهدي يا بنتي. يا رب. ربنا كبير. في ايه يا دكتور؟ في ايه؟ بالنسبه للاستاذ عادل بقى لله. ايه؟ يا لهوي عادل يا ابو اخواتي. لا يا دكتور لا يا دكتور. انا لله وانا اليه راجعون. يا اختي معلش يا اختي. يا ابو يا لهوي يا ابو. الله يرحمه يا اختي الله يرحمه. لا يا عادل ما تمشيش يا عادل. قولي يا رب يا رب. لا اله الا الله. الامر من قبل ومن بعد.